المملكة تؤكد رفضها التام للإعلان الأمريكي بشأن سيادة إسرائيل على الجولان. العالم يدين والأمم المتحدة الوضع لن يتغير. ونتنياهو حصل على هدية انتخابية غير مسبوقة من واشنطن. يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة من الشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور. قائد الجيش الجزائري ينحاز للمطالب الشعبية المشروعة ويطالب بإعلان شغور منصب الرئيس وفقا للمادة 102 من الدستور. ومراقبون حل يخرج البلاد من دائرة الفوضى ويقيها الفراغ المؤسسي والدستوري. السلام عليكم ورحمة الله. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا يعترف فيه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة، قدمها لنتنياهو ومعها القلم الذي وقع به هدية. الإدانات والرفض الدولي تتوالى، فمن الدول العربية إلى الأوروبية كان الرفض للقرار الأمريكي والذي يعد مخالفا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، فضلا عن مستقبل آثاره السلبية على مسيرة السلام في الشرق الأوسط. حتى داخل إسرائيل اعتبرت أيضا أحزاب هناك اعتبرت القرار تدخلا مباشرا لصالح نتنياهو في الانتخابات المقبلة. فما هي تبعات هذا الاعتراف وماذا بعد الرفض العالمي للقرار؟ وفعليا هل تغير شيء في وضع الجولان منذ احتلاله العام 67؟ Numerous presidents ago, but for some reason they didn't do it, and I'm very honored to have done it. So I just want to say, baby. كان لي الشرف بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان بعد أن امتنع العديد من رؤساء أمريكا القيام بذلك لسبب أو لآخر. بهذه الكلمات استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، مقدما طوق نجاة للأخير قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في إبريل المقبل. وفي اعترافه الرسمي بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، برر ترامب خطوته بالدفاع عن أمن إسرائيل في مواجهة تهديدات الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله الإرهابية المتمركزين في سوريا. العمل العدواني من جانب إيران والجماعات الإرهابية في جنوب سوريا بما في ذلك حزب الله يستمر في جعل مرتفعات الجولان أرض انطلاق محتملة لشن هجمات ضد إسرائيل وتنفيذ هجمات عنيفة للغاية. إن أي اتفاق سلام محتمل في المستقبل يتعين أن يضع في الاعتبار حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها من سوريا وإيران وأي تهديدات إقليمية أخرى. اعتراف يخالف كافة الإدارات الأمريكية السابقة منذ 52 عاما وينتهك قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 67. كانت إسرائيل قد احتلت الجولان في حرب الأيام الستة وأحبطت محاولة سوريا لاستعادتها في حرب 73 لتعلن ضمها عام 81 في خطوة أعلن مجلس الأمن عدم قانونيتها. وتنبع أهمية هضبة الجولان كونها منطقة استراتيجية غنية بالمياه وتطل على الجليل وبحيرة طبارية من الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل. ومع تخلي ترامب بشكل أحادي عن التوافق الدولي، أعلنت المملكة رفضها التام اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، مؤكدة أنها أرض سورية عربية محتلة وفق القرارات الدولية. رفض وتنديد انضمت للمملكة الدول العربية ودول العالم شرقه وغربه والمنظمات الدولية. منطقة أصبحت تقف على برميل بارود قابل للاشتعال في أي لحظة، بما يهدد الأمن والاستقرار المنشودين في المنطقة والعالم. لبرنامج هنا الرياض، شهاب شعلان. لا
للنقاش في هذا الملف ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور أحمد الشهري، ومن جدة ينضم إلينا عضو الائتلاف الوطني السوري دكتور هشام مروة، من القاهرة مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط دكتور محمد مجاهد الزيات. أهلا بكم جميعا. أبدأ من هنا من الرياض دكتور أحمد. المملكة رفضت الإعلان الأمريكي في مناسبتين، بيان رسمي وأيضا في جلسة مجلس الوزراء، أكدت موقفها الثابت من الجولان وأنها أرض عربية سورية محتلة، وقالت بأنه سيكون لهذا القرار أثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن المنطقة واستقرارها. ما هي هذه التبعات وكيف يجب على واشنطن تحديدا معنية بهذا القرار أولا، والمجتمع الدولي التعامل مع هذه التحذيرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مسي عليك أخي مفرح على الزملاء العاملين معك في الاستوديو، وعلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام، وعلى أيضا الضيفين الكريمين المشاركين معنا في هذه الحلقة. الحقيقة الصكوك التي يوزعها الرئيس الأمريكي ترامب على نتنياهو أنا أشبهها بالصكوك التي وزعها نظام الملالي على المقربين منه لدخول الجنة. فهذه الصكوك لا تغير شيء في الواقع وليس لها أي مصداقية، سواء كان الصك الأول الذي يأتي بالقدس كعاصمة لإسرائيل أو هذا الصك الأخير الذي وقع لإضافة هضبة الجولان السورية إلى الكيان الصهيوني. هذه ليس لها أي أثر على الأرض ولا تغير شيئا في الطبيعة، بل أثبتت وقدمت دليلا للعالم، وكما رأينا من موقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا أن هذا القرار أممي لا مجال فيه للتغيير أو العبث فيه. هذه نقطة. طيب. النقطة الثانية أن أعتبر أن هذا القرار من الرئيس الأمريكي هو يدق آخر مسمار في نعش الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط وكشريك في حل هذه القضية، لأنه بهذه الطريقة فقدت مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، فقدت حياديتها أو الحيادية. الأمر الثالث مثل ما تفضلت، الآثار السلبية والتي تحدثت عنها المملكة العربية السعودية، وهذا الحقيقة رسالة يجب أن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتصل إلى العالم كله. عندما حذرت المملكة العربية السعودية من الإرهاب وحذرت من الصواريخ وحذرت، إذا ما هو الهدف؟ الهدف لأنه بقاء مواطن الصراع ملتهبة فإنها ستفرز مثل هذه الأحداث وتغذي الذين يريدون أن يصطادوا، وتغذي الذين يريدون أن يؤدلجوا مثل هذه الصراعات. هذا الحادثة وهذا القرار الأمريكي هو كما قالت المملكة العربية السعودية سيترتب عليه آثار سلبية وسيترتب عليه اصطياد من الذين يريدون أن يؤدلجوا الموضوع. الصراعات الموجودة في الوقت الحاضر هي كافية لإشعال الفتن وإشعال الإرهاب وتغذيته واستجلابه، فكيف يأتي القرار الثاني في بعد قرار القدس؟ هذه قضيتين الحقيقة تخالف الأنظمة، وأيضا تعطي ذريعة لمن أراد أن يتاجر بالإرهاب ويتاجر في قضايا المنطقة ويزعزع الأمن ويثير الفتن. لذلك كان قرار المملكة العربية السعودية في مجلس الوزراء قرارا حاسما وتاريخيا، وسيتبعه كل العالم اتفاقا وتماهيا مع موقف المملكة العربية السعودية. طيب، في ظل هذا الاتفاق والتماهي دكتور هشام مروة من جدة، يعني مع هذا الرفض العالمي الكبير للخطوة الأمريكية، ماذا بعد؟ هل من قيمة أساسا لهذا الاعتراف في ظل رفض أممي الأمم المتحدة وهذه الدول جميعها؟ مساء الخير للإخبارية ولضيوفك الكرام. الواقع هذا القرار بالتأكيد صدر من جهة لا تملك هذا الحق، الاعتراف بالتنازل عن سيادة سوريا على الجولان هذا حق الشعب السوري، ولا يمكن لجيل من الأجيال، ملكية شعب كما يسمى أو ملكية قومية، هذه الملكية لا يمكن لأي أحد أن يتنازل عنها، هي مترسخة للأجيال الذين مضوا والأجيال الذين أتوا، ولا يمكن لأي جيل أن يتنازل عنها. فهذا القرار ولد ميتا، ولكنه كما تعلم جاء في ظروف انتخابية، ويبدو أنه متماهي مع أيضا دين انتخابي يعطيه ترامب لنتنياهو لكي يكون للوبي اليهودي في أمريكا دعم لترامب في حملته الانتخابية القادمة، وكأن ترامب يستعد من الآن للحملات الانتخابية. هذا يعني كما يقال عن هذا القرار أنه صدر ممن لا يستحق، لمن لا يملك، لا يملك أحد، أن كما قلت لا يملك هذا الحق لا ترامب ولا غير ترامب. لكن دكتور هشام، نعم، نفس وعد بلفور
كان من لا يملك لمن لا يستحق، وها هو الوضع الآن على الأرض. يعني هناك رشأت إرادات دولية من أجل فرض هذا الأمر، وحتى الآن وعد بلفور وغير وعد بلفور لا يمكن أن يغير ملكية حقيقية للأرض التي أنشئت عليها هذه الدول. يعني تحكم الدول التي قد تكون دول أولى أو دول متحكمة متنفذة في العالم في مرحلة معينة لو نجح مؤقتا لا يمكن أن يبقى أبدا الآبدين، يعني لابد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. منطقة الشرق الأوسط منطقة هجرات مستمرة، محاولات للسيطرة عليها، لكن بالنهاية عادت لأهلها واستقر أهلها بها وصاغوا حضاراتهم بناء على ثقافاتهم وعلى مشروعهم الحضاري. طيب لكن هذا الفاصل. هذا القرار يعني هل يغير شيئا من وضع الجولان المحتلة منذ العام 69 أو 67 عفوا؟ لن يغير هذا القرار شيء. الجولان الآن هي محتلة وهي تحت سيطرة احتلال كما جاء في قرار الأمم المتحدة الذي رفض ضم قرار كما جاء في تقريركم قرار السلطات الإسرائيلية بضم مرتفعات الجولان إلى إسرائيل، رفضه بالقرار الصادر عام 1981 القرار رقم 497 الذي نص بوضوح على أن هذا القرار غير صحيح وعلى إسرائيل أن تراجع عنه، وهذا القرار أكد بقرارات لاحقة، القرار الصادر في الدورة 73-2018 القرار رقم 23 نص على ضرورة أن تتراجع إسرائيل عن هذا القرار وأن الجولان أرض سورية محتلة وأن على القوات المحتلة أن تراعي أيضا ما ينص عليه القانون الدولي في ظروف الاحتلال. المستندات التي اعتمد عليها ترامب في تسويقه لهذه الفكرة الحقيقة هي أمر غير مقبول، هو تحكم تدخل فيما ليس له فيه كما قلنا بحق، يقول إن هناك حاجة استراتيجية لإسرائيل في هذه المناطق، لو أن هناك حاجة استراتيجية لإسرائيل في مناطق أخرى فهل ستقف الولايات المتحدة الأمريكية لتنتزع وتخالف مبادئ القانون الدولي وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقول على هذه الدول دول جوار إسرائيل أن تتنازل عن أراضيها لصالح مصالح استراتيجية لإسرائيل؟ هذا بالتأكيد أمر لا يمكن أن يقبل في القانون ولا يمكن أن يقبل في الأمم المتحدة، وذلك جاء تصريح الأمم المتحدة واضحا أن هذا القرار لا يغير شيء من وضع الجولان في هذه كما هي بلد محتل أو هضاب محتلة من قبل إسرائيل. طيب دكتور الزيات، يعني لو كان لكل دولة حاجات استراتيجية في مناطق معينة وكان هذا مبررا لتسيطر عليها لفسدت الأمور في العالم. هناك قرار 242 في العام 67، قرار 497 في العام 81، هناك إرادة أممية وهناك واقع كان في هذه المنطقة، بالتالي هل يملك ترامب أن يعطي هذا الاعتراف؟ لا أعتقد. أولا تحياتي لك وللسادة الضيوف وللسادة المشاهدين. لا أعتقد أنه الرئيس ترامب ويتخذ القرار يدرك جيدا أنه لن يغير من الواقع الموجود وأنها لعبة انتخابية تمت وربما كانت أحد الأدوات التي يتحرك بها فيما يتعلق بصفقة القرن القادمة، لأنه الجولان لم تكن أرضا تدعم إسرائيل أن لها حقوقا تاريخية فيها أو توراتية، ولكنها القرار ارتبط بوجهة نظر أساسية وهي توفير الحماية والأمن لإسرائيل، وأمر مرفوض وإلا كان هناك مبررا أمام التحرك الروسي في القرم والتي تعارضه الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كبيرة، ويعطي الفرصة لدول أخرى تحتل دول في مقابل توفير الأمن. في تقديري أن القرار لن يغير من الواقع القائم حاليا، لأنه إسرائيل تفرض الهيمنة عليها ولا يوجد تمدد إيراني ولا لحزب الله يملك التحرك في ظل الاحتلال الإسرائيلي هناك، ولكن الحديث على أنه تم القرار أرجع السيادة لإسرائيل لمواجهة التمدد الإيراني هو كلام غير صحيح على الإطلاق، لأنه إذا كانت المطلوب في مبادرة السلام القادمة نوعا من التفاوض مع الدول التي احتلت أراضيها، فمع على أي شيء ستفاوض سوريا في المرحلة القادمة إذا كان المقصود لوصول سلام عام؟ لكن دكتور زيات، إلا إذا كان عفوا للمقاطعة، هذا الأمر استشهد به بومبيو بشكل أو الرئيس ترامب عفوا، وقال بأنه السبب عائد إلى تدخلات إيران هناك في هذه المنطقة ومحاولة استهداف إسرائيل من هناك، بالتالي طالما أنها سبب
هم الآن حسب الاعتراف الأمريكي قريبين جدا من إيران في سوريا ومن حزب الله، لماذا حتى ليس هناك إدانة لهذا القرار وليس هناك موقف من إيران حتى الآن؟ يعني هي إيران ربما اتخذت بعض الإجراءات التي أعطت تبريرا لترامب، عندما تكتشف خلية من حزب الله موجودة في الجولان، ومن المؤكد أن هذه الخلية لم تكن قادرة على تجاوز الخط الفاصل بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية، لكن أعطت مبررا لإسرائيل بأنها تتحرك لتقويض الأمن الإسرائيلي في تلك المنطقة، وهو ما استند إليه ومن بعض الممارسات الإيرانية الأخرى وتمركز بعض القوات المرتبطة بها في الميليشيات التابعة لها في المناطق القريبة. وقد حرصت روسيا في فترة سابقة على تهدئة هذا الوضع وتهدئة العمل العسكري في الجنوب حتى لا يكون هناك مبرر، إلا أن إيران تتجه في عكس هذا التوجه الروسي وربما تعطي مبررا. لكن في الثابت أن القرار الأمريكي لن يغير من الواقع، فإسرائيل تهيمن على الجولان وتحتلها وتفرض سيطرتها عليها، ولا يعني القرار مزيدا من توفير الأمن لأنه لا يتضمن تغييرا لهذا الواقع القائم حتى الآن. طيب، إذا نتعرف على هضبة الجولان المحتلة وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل كما قيل ومسار التفاوض بشأنها ثم نعود. دكتور الشهري، هضبة الجولان هل ذهبت ضحية صفقة ما بين الرئيس دونالد ترامب ونتنياهو، دعم للرئيس الأمريكي في انتخابات القادمة وفي تحقيقات مولر عبر اللوبي اليهودي، وأيضا كما قالت أحزاب سياسية في إسرائيل بأنه كان هذا الأمر دعما مباشرا لنتنياهو في معركته الانتخابية القادمة أيضا؟ سنت الحقيقة الوضع تتداخل فيه عدة رؤى. فأول شيء نذكر أو نعلم أن الرئيس الأمريكي ترامب هو اقتصادي، والاقتصادي عندما يمتهن السياسة يأتي بالعجائب. لعلنا نذكر أنه منذ تولى الرئاسة وهو يفاجأ العالم بقرارات أحيانا تقلل من هيبة الولايات المتحدة الأمريكية ومن مصداقيتها ومن حداية كونها محايدة دولة عظمى تسعى لفرض وتوطيد الأمن والسلام العالمي. للأسف الشديد هذه المصداقية وهذا الحياد قد يعني تعرض إلى الخطر بشكل واضح. الأمر الثاني، الرئيس الأمريكي هو قادم لانتخابات رئاسية ثانية، شابها ما شابها من
الأحداث وما شابها من التحقيقات وخاصة موضوع مولر وخاصة الاتهامات بالتدخلات الروسية وأيضا المناكفة ما بين الكونغرس الذي سيطر عليه الديمقراطيين. إذن هو وضعه الحقيقة في الداخل الأمريكي ليس جيدا، ولذلك هو يحتاج إلى صدمة كهربائية قوية على الأقل تدفع به إلى الواجهة الانتخابات. هذا فيما يتعلق بترامب الرئيس الأول، هو قالها صراحة نعم. فعلت ما لم يفعل رؤساء سابقون. بالضبط. نتنياهو أيضا هو يتعرض إلى مشاكل في الداخل، مشاكل فساد، تحقيقات من الشرطة، عملية تحقيقية، ولذلك أراد أن كل منهما يكافئ الآخر. فأراد ترامب أن يقدم شيء لنتنياهو من أجل أن يفوز بالانتخابات، وأيضا نتنياهو عن طريق اللوبي اليهودي الصهيوني الذي يتحكم في مفاصل السياسة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي والإعلام الأمريكي أراد أيضا، وأنا أعتقد أن تحقيق مولر هذا قد كان جزءا من هذه الصفقة، وإلا قد المحقق السابق الذي كان فعلا يعني قدم الأدلة القاطعة على تدخل الروسي تم إقالته وطرده أيضا من البيت الأبيض. ولذلك أنا أقول أن هذا الجولان الآن هو كان عبارة عن ثمن لقدم لنتنياهو مقابل الدعم اليهودي، ليس إسرائيل وإنما الدعم اليهودي واللوبي داخل الولايات المتحدة الأمريكية لترامب. كلا الاثنين أنا أعتقد أنه قد خسر أمام العالم وقد خسر أمام شعوبهم. الرئيس الأمريكي فقد المصداقية وفقدت الولايات المتحدة الأمريكية مصداقيتها. نتنياهو أيضا هو الآن أقدم على قضم هذه الهضبة الاستراتيجية. أضيف أخيرا مبرر دفعهم لاقتضام هذه الهضبة هو صمت القيادة السورية. طيب دعني أتوجه للدكتور 40 سنة أو 50 دكتور سنة دكتور هشام مروى، يعني على طريقة المثل العربي القائل أكلت يوم أكل الثور الأبيض. بالنسبة لبومبيو عندما سئل في مؤتمر صحفي عن حالة الاحتقان العربية التي يسببها مثل هذا الاعتراف ومعارضة الأمم المتحدة والدول العربية قاطبة والدول الأوروبية، هو قال هذا الأمر يحزنني لكنه لا يدهشني، أتذكر بهذا الصدد نقل سفارتنا لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. بالتالي ماذا يمكن أن يتبع حالة الصمت هذا والإدانات والموقف العالمي الموحد، ولدينا على الأبواب جامعة الدول العربية في تونس بعد أيام؟ الواقع ما جاء على من تصرف لترامب الاعتراف بالجولان بسيادة إسرائيل على الجولان هو صب للزيت على نار للأسف مشتعلة في المنطقة، فهو يزيد المسألة تعقيدا ويزيد تعقيدات المنطقة. وبدلا من أن تكون لأمريكا الدور المهم في عملية في العملية السياسية وإحياء مبادرة السلام والحل والاتجاه باتجاه حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، تقوم بتأزيم المسألة مرة أخرى، وكما قلت تعطي فرصة لكل الذين يعني سيكونون يدعون الممانعة ويدعون المقاومة والمقاومة والممانعة منها براء لأن يتصدروا المشهد مرة أخرى. بل أكثر من ذلك ستكون محرض للتطرف والإرهاب وعمليات تطال. ممكن أن يتصدروا المشهد يا دكتور هشام مروى، وللأسف يعني في سوريا وزارة الخارجية والمغتربين السورية هي من أصدرت بيانا فقط، ولكن غاب حتى الرئيس يعني السوري بشار الأسد الذي يعتبر عند بعضهم الآن رئيسا. يعني الواقع الأداء النظام في سوريا هو الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة وأوصل يعني سوريا إلى أن تتطاول عليها بهذه الصورة. إضعاف الشعب السوري، إضعاف القوة السورية، يعني الرغبة والحرص على الاستمرار في السلطة على حساب الدماء وعلى حساب المبادئ وعلى حساب المواقف الاستراتيجية، وعلى حد الآن يعني الإغراء الذي وكأنه يأتي يعني رسالة توجه أنه بقاء النظام أو بقاء الاستبداد في سوريا مرتهن بأن يتم القبول بالتنازل عن الجولان، وهذا كلام تم تسريبه من فترة يعني ليست بعيدة. نؤكد للجميع أن قوى الثورة والمعارضة ترفض هذا التصريح وتعتبر سوريا جولان أرض سورية محتلة، وأن المساس بها مساس بالأمن القومي السوري لا يمكن أن يقبل عند أي سوري عنده حد أدنى من الوطنية السورية وعند أي عربي يعتبر سوريا جزء من الوطن العربي والأمة العربية وعند أي مسلم يرى أن سوريا هي أرض مباركة وهي أرض يعني من حق المسلمين ومن حق الناس فيها أن تعيش بسلام وبطمأنينة. طيب.
الأمر الذي ينبغي التركيز عليه أن دور أمريكا الآن كمحايد كوسيط محايد ونزيه في العملية السياسية في حل قضية فلسطين أصبح الآن مشكوكا به، بل وقد ينعكس ذلك على كل الأدوار التي يقوم بها الأمريكيون في المنطقة، الحيادية والنزاهة والحرص على القانون الدولي والحرص على ميثاق الأمم المتحدة أصبح الآن ليس في صدد، ليس محترما عند ترامب، وإلا لما أقدم على هذه العملية. طيب يعني دكتور مجاهد الزيات، منذ احتلال الجولان كانت الإدانات العربية تأتي حينا، الاستنكار بعدها أحيانا، والتنديد أحيانا أخرى. في هذه المرة حضرت جميعها، التنديد والاستنكار والإدانة، لكن ماذا بعد؟ ربما الوضع مختلف الآن لأنه هناك محاولة لتسويق حل جديد للسلام في الشرق الأوسط، فبالتالي تبعات هذا الأمر ستنعكس سلبا على هذا الأمر. يعني ماذا هو يعني المطلوب الآن من العرب تحديدا ولدينا الجامعة العربية القادمة؟ يعني أعتقد أنه ما يقوم به الرئيس ترامب ليست إجراءات منفصلة، ولكنها رؤية استراتيجية متكاملة الأركان وصانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية المؤيدون له يتحركون ضمن إطار عام. يعني القدس وضم القدس والأونروا وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية ثم الجولان، هذه أجزاء أعتقد مرتبطة ارتباط وثيق بمبادرة السلام التي سيطرحها، وأعتقد أنه يجرد الطرف العربي سواء فلسطيني أو سوري من أوراق الضغط أو المساومة التي يمكن الحديث عنها إذا كانت هناك مبادرة أو إذا كان هناك تفاوض أو إذا كانت هناك أحاديث خاصة بإقرار السلام في المنطقة، ليدخل الطرف العربي ضعيفا فيقدم مزيد من التنازلات الأخرى وتصبح القضية ليست قضية أراضي يمكن تحريرها ولكن قضية تعايش يمكن أن يتم ومفاوضات لتحقيق هذا التعايش وتطبيع مرافق لهذا. أنا في اعتقادي أنه العرب أمامهم فرصة لعدم الدخول في مبادرة السلام الأمريكية القادمة دون حسم الأمور بوضوح منذ البداية، وألا نستغرق كما استغرقنا سنوات طويلة في التفاوض على لا شيء منذ أسلو حتى الآن. يتم التفاوض دون تحقيق إنجازات ويتم التفاوض بتقديم تنازلات. الأمر الآن تجاوز كل هذه الأمور وأصبحت هناك اتجاهات وإقرار أمريكي بضم أراضي لم تكن إسرائيل تطرح أن لها حقوقا تاريخية فيها إليها بدعوى الحماية والأمن. ربما نفاجأ غدا بضم أجزاء من الضفة الغربية وهذه تزعم إسرائيل أن فيها حقوق، ما الموقف سيكون بعد ذلك؟ إذن المطلوب الآن أن يكون هناك موقفا قبل الدخول في مبادرة السلام، ونملك ذلك. قبل الدخول في مبادرة السلام نتفق على ما الذي سنتكلم عليه وما الموقف من القارات الدولية، ثم هناك أيضا النيتو العربي الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيله. إن مثل هذه الأمور تعوق هذا النيتو ومثل هذه الإجراءات تعطي فرصة لإيران للمزايدة رغم أنها لا تفكر إطلاقا في محاربة إسرائيل، لكنها سوف تعطيها زخما ومزايدة على الأطراف الأخرى في المنطقة. زخما يعني ألا تحرج إيران بالفعل؟ لأنه إذا لم ترد، وحتى الآن يعني ليس حتى هناك بيان، يعني إذا لم ترد وأنتم كنتم تستمدون يعني الإيرانيين شرعية النظام بأكمله من ادعاء مقاومة إسرائيل، هي الآن على الأبواب. هي لن تملك وهي لن تحارب إسرائيل ولن تتحرك بجوارها، لكنها ستزايد على النظام السوري وتوجد مبررات للتحالف أقوى معه تحت هذا التبرير، لكنها منذ البداية لم تحارب إسرائيل ولم تتخذ خطوات ضد إسرائيل، بل إن ممارساتها تعطي مبررا إسرائيل لقضم أراض عربية أخرى ولإثارة مشاكل وتهديد الاستقرار بصفة عامة في المنطقة. طيب إذا ردود أفعال رافضة للقرار الأمريكي تؤكد أنه وضع المنطقة على حافة توترات أخرى كما قال الضيوف، هنا نتابع أبرزها ثم نعود.
طيب دكتور أحمد، بالنسبة للأمم المتحدة هناك قرارات موجودة 242 وأيضا قرار آخر في العام 81 عندما رفضت أو مجلس الأمن الدولي عندما رفض سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية هذا الاحتلال وطالبت بإعادة الأرض إلى سوريا. بالتالي الأمم المتحدة يبدو أنها أمام اختبار الآن حقيقي على ما يمكن أن تقدمه للعالم وعلى أهميتها أساسا. الحقيقة الأمم المتحدة هي سبق ودخلت هذا الاختبار في قضايا شائكة أخرى ولم تنجح. ليس القرار بحيث قرار 242 أو ما تبع من قرارات عام 67 أو ما تبع من قرارات في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن، هناك قرارات أممية بالإجماع ولم يتبعها تطبيق أو تنفيذ أو متابعة. لذلك عندما تخرق مثل هذه القرارات مثل ما فعل الآن الرئيس الأمريكي بهذا الخرق، سواء في موضوع القدس الذي هو يعتبر عاصمة للفلسطينيين وليس لإسرائيل حق فيه، وأيضا للجولان الذي هو جزء من الدولة السورية، إذن ليس هناك ما يشير على أن المتحدة ستتخذ إجراء، لا سيما وأمريكا هي عضو من مجلس الأمن صاحبة الفيتو. هناك قرارات بالعشرات اتخذت ضد إسرائيل للإدانة، وكان الفيتو الأمريكي حاضرا في هذا الموضوع. قرار الاتحاد الأوروبي ومنه دولتين وهي بريطانيا وفرنسا، نعول على ذلك أنه يكون هناك استصدار لقرار دولي يدين هذا الأمر ولا يعطيه أي شرعية على الأرض. طيب يعني دكتور هشام مروة، أليس الوضع مختلفا الآن وقد يساعد الأمم المتحدة على إثبات دورها في العالم؟ هناك إجماع عالمي مقابل موقف أمريكي وإسرائيل أو المحسوبين على نتنياهو. يعني المطلوب فعلا الأمم المتحدة بل الأمم العضوة شعوبها كلها أن تبرز موقفا، أن تتخذ موقفا واضحا من هذا الاعتداء وهذه السيادة وهذا الانتهاك السافر لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. هذا الأمر قد يتكرر في كل مكان، يعني كل مكان الآن أصبح إذا أراد أي، وخصوصا هذه سابقة قد تكون أي جهة ترد تعترف بسيادة آخر على أرض قومية أو أرض ملكية دولة أو شعب آخر، وبالتالي تصبح المسألة فعلا تهدد الأمن والسلم العالميين. وهنا ينبغي على الجمعية العامة والمتحدة، حتى ولو كانت الولايات المتحدة موجودة في مجلس الأمن، الجمعية العامة المتحدة في ظل قضايا من هذا النوع، قضايا تهدد الأمن والسلم الإقليميين، يمكن أن تتخذ قرار بأغلبية معينة، يمكن أن يكون هذا القرار يعني موازيا وأقوى من قرارات مجلس الأمن، ولا يعني لا يتعارض قرارات مجلس الأمن مع ما يمكن الوصول إليه. طيب دعني أخذ رأي الدكتور محمد مجاهد الزيات في أقل من دقيقة عن ماذا يمكن للأمم المتحدة مع المجتمع الدولي عمله في هذا الإطار. لا أعتقد أنها ستقوم بإجراء أكثر من القرارات التي اتخذتها والقوانين والتشريعات التي أعطتها والرفض الكامل لقرار ترامب، لكن لا أعتقد أنها ستتخذ إجراءات أخرى ولا ستتخذ إجراء ضد الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لا تملك ذلك. لكن في النهاية هناك دول أخرى أيضا في الأمم المتحدة لديهم نفس الحقوق تقريبا للولايات المتحدة، يعني روسيا الصين. نعم ستصدر قرارات تدين وتستنكر ولا تعترف بهذا الضم وتعتبر إطارا قانونيا لأي موقف عربي يتخذ أو موقف دولي يتخذ تجاه هذا الضم الإسرائيلي للجولان، لكن هذا هو السقف الذي يمكن أن تتحرك فيه الشرعية الدولية. إذن قبل أن ننهي هذا النقاش في هذا الملف نتابع حزمة من ردود الأفعال الأخرى تجاه القرار الأمريكي.
إذن هذه نماذج من الردود الفعل الدولية المنددة بهذا القرار والمعتمدة أساسا على مرجعيات دولية. أنا أشكر ضيوفي في هذا الملف من جدة عضو الائتلاف الوطني السوري دكتور هشام مروى، ومن القاهرة مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط دكتور محمد مجاهد الزيات، واستدرك دكتور أحمد الشهري الخبير الأمني والاستراتيجي في البقاء للنقاش في ملفنا التالي بعد قليل في هنا الرياض. الفريق قائد صالح يطالب بإعلان شغور منصب الرئيس وفق المادة 102 من الدستور، وانقسام بين الأحزاب، انقلاب أم حل يقي البلاد ما هو أسوأ؟ دعا نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قائد صالح إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس نتيجة العجز عن القيام بمهامه، مشددا على تبني حل ضمن الإطار الدستوري يكون مقبولا من الجميع، فيما دعا حزب جبهة التحرير الوطني كل القوى السياسية للانخراط في خريطة الطريق أو ما سمي سابقا بالندوة الوطنية الجامعة والتي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فهل أصبحنا أمام منعطف النهاية لمسيرة بوتفليقة السياسية؟ وما هي السيناريوهات القادمة في المشهد الجزائري؟ في تحرك مفاجئ يخرج الجزائر من حالة الجمود السياسي الذي تعانيه حاليا، طالب الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان نائب وزير الدفاع بضرورة تفعيل المادة رقم 102 من الدستور الجزائري والتي تقضي بإعلان شغور منصب الرئاسة وحفاظاً على الأمن والاستقرار في الجزائر التي تشهد احتجاجات ومظاهرات شعبية حاشدة منذ 22 من فبراير الماضي للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. شدد قايد صالح على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري. قطاعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب لمطالب المشروعة بالشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأن تحقيق توافق الرؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور من مادته 102. دعوة صريحة من الجيش لعزل بوتفليقة لوجود مانع صحي عقدت على إثره هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم اجتماعاً لبحث تفعيل المادة، وعقد اجتماع طارئ للمجلس الدستوري لتقديم اقتراح للبرلمان بثبوت ذلك المانع، وللبرلمان الحق في إعلان خلو منصب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضائه ليتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في هذه الحالة منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً من تاريخه إلى حين البت في أمر الانتخابات القادمة. وكانت قد جرت سجالات بين المحتجين وبوتفليقة عدل خلالها عن فكرة ترشحه لفترة رئاسية خامسة
طارحا خريطة طريق، لكن المحتجين رفضوا فكرة التمديد بحكم الأمر الواقع ليأتي الحل من جانب الجيش، ويكون عند ظن الجزائريين لإنقاذ بلادهم من شبح حدوث اضطرابات وعدم استقرار لا تزال دول في المنطقة تئن من ويلاته منذ سنوات. لبرنامج هنا الرياض، رندا فتحي. وللنقاش واصل مع ضيفي هنا في الاستوديو الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور أحمد الشهري، ومن بروكسل ينضم إلينا الإعلامي الجزائري الأخضر فرات. ولكن في البداية ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر دكتور سليمان أعراج. معه أبدأ دكتور سليمان، هذه الحالة التي نحن أمامها الآن هل هي حالة انقلاب أم حالة تصحيح للوضع وضبط للأوضاع حتى لا تنزلق إلى ما لا تحمد عقباه؟ ألو. نعم دكتور سليمان أعراج، هل تسمعني؟ الآن أسمعك. نعم، كنت سألتك عن الوضع الآن في الجزائر، يعني بين من رآه انقلابا على سلطات الرئيس بوتفليقة ومن رآه حلا يقي البلاد من مشكلات قد تكون أعمق وأكبر. تحية طيبة لكم. في البداية أود أن أشير يعني إلى مسألة جد مهمة، وهو أنه لا يمكن اعتبار يعني ربما هذا المبادرة أو هذا الطرح الذي تقدم به قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح لنقطة واحدة، وهو أنه ما تضمنه البيان هو إشارة إلى يعني مقترح ولا دعوة إلى الاعتماد هذا المقترح وليس أمرا وبتطبيقه أو تنفيذه، حتى يعني نقول أنه الآن ربما في تعدي على صلاحيات المؤسسات أو وما إلى ذلك. لكن لما يعني نقرأ بعقلانية الطرح الذي تقدم به السيد فارق قائد الجيش الجزائري نرى أنه طرح إيجابي وموضوعي في نفس الوقت، ربما يساهم في إعادة السكينة والطمأنينة إلى المجتمع الجزائري، إعادة الانضباط إلى مؤسسات الدولة الجزائرية. هو فيه دعوة صريحة إلى الاحتكام إلى الدستور الجزائري وإلى القانون، على اعتبار أن احترام القانون والدستور وتفعيل دور المؤسسات الجزائرية هو الضامن الأساسي لربما للخروج بحل للأزمة، خصوصا ونحن اليوم في الجزائر. لكن لماذا أشار يعني صراحة سيد دكتور سليمان، لماذا أشار إلى المادة 102 والمتعلقة بشغور منصب الرئيس رئيس الجمهورية والأسباب التي يمكن تفعيلها خلالها؟ لماذا؟ يعني هذا المخرج القانوني الدستوري الذي يمكن أن نستند إليه اليوم في ضمان يعني انتقال ثالث للسلطة، لضمان يعني عدم المساس بمؤسسة الدولة وبالدستور الجزائري، وإعادة والاستجابة أيضا لمطالب الشعب. يعني حتى لما لأنه اليوم حتى الشعب الذي بعدما يعني لم يكتفي برسالة التي أعلن فيها الرئيس بوتفليقة أنه لن يترشح، هو طالب باحترام الدستور. يعني احترام الدستور يستوجب تفعيل هذه المادة. وأنا كما قلت أنه خصوصا وأنه أشار إلى مسألة جد مهمة وهي القضية الأمنية اليوم في الجزائر. طيب يعني باختصار دكتور سليمان حتى أعود لضيفي في بروكسل، يعني إذا كان احترام الدستور يعني تفعيل هذه المادة، وأيضا هناك تحذير من استغلال هذه المظاهرات من الخارج لزعزعة استقرار البلاد، هل يعني أنه الجيش ماضي في مواقف أخرى قد تكون أكثر وضوحا في هذه النقطة باختصار؟ أنا أقول أنه الدعوة التي تقدم بها رئيس الجيش الجزائري هي دعوة مهمة، وفي الوقت الذي تعجز القوى السياسية على إنتاج مبادرات والكل يكتفي فقط بكلمة واحدة نحن مع مطالب الشعب ونحن مع الشعب كلنا، يعني الشعب هو السيد وهو مصدر كل سلطة وهو كما، لكن اليوم المطلوب هو المبادرة بالحل. فحتى الناس لها ربما يعني تقول أنها لماذا الآن وليست من قبل ولم تعتمد من قبل وما إلى ذلك. شكراً. أعتقد أنه اليوم الحديث على مؤسسات الدولة يستوجب مراعاة الأمن، مراعاة الاستقرار والحفاظ على مؤسسة الدولة وعلى الطابع الدستوري للدولة كأساس
شكرا جزيلا لك دكتور سليمان عراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر. سيد الأخضر، يعني وحتى وإن كانت هذه دعوة من قبل قائد صالح، لكن هل تعني أنه نحن أمام المنعطف الأخير من نهاية الحياة السياسية لبوتفليقة حسب المادة 102؟ نعم، يعني لو تطبق المادة 102 سيخرج بوتفليقة من السلطة نهائيا، وهو الذي ماطل وجماعته لإيجاد حل وعدم الوصول إلى ما وصلنا إليه الآن، وهو تطبيق المادة 102 والتي للتذكير طالبت المعارضة بتطبيقها منذ على الأقل 5 أو 6 سنوات نظرا لعجزه وعدم قدرته على الاستمرار في إدارة شؤون البلد. وتدخل الجيش من أجل تطبيق قانون مادة 102 في الدستور الجزائري هو لتفادي صدام ولتفادي أيضا انزلاقات في الشارع الجزائري، كما أصبح يعني يتخوف الكثير من هذه المظاهرات رغم أنها سلمية وأنها يعني كلها لم تخرج عن الإطار المنظم، إلا أن الاستمرار هذه المظاهرات وعدم تلبية على الأقل بعض المطالب قد يؤدي إلى تشنج وإلى صدامات أو إلى انزلاقات، وبالتالي تدخل الجيش من الأحسن أن يطبق الجيش الدستور حتى يتفادى أن يواجه الشعب في الشارع. يعني طيب سأعود لك في هذا الأمر، لأنه كل طرف يحتج بالدستور وصلنا إليها حاليا. نعم، يعني ما هي السيناريوهات الآن في الأزمة الجزائرية برأيك، إلى أين تسير؟ الحقيقة احنا قلنا أنه الجيش الجزائري دائما كان حاضرا في المشهد السياسي، وهو أعطاه نوع من الصلاحية أو أعطاه نوع من الحضور في كل أزمات التي مرت بها الجزائر. هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن نستطيع أن نقول الآن أنه وصلنا إلى نصف المشكلة بكوننا الآن فعلنا هذه مادة 102 وهي مادة دستورية يفترض أن الذهاب إليها لا يأتي بأمر من الجيش حقيقة، يفترض أن يأتي من مؤسسة. الدكتور سليمان عراج قال بأنه دعوة من الجيش وليس إذن أمر واقع. حتى الدعوة يفترض أنها لم تأتي من الجيش، طالما أن الجيش هو يلتزم الحياد يفترض أنها تأتي يعني أوتوماتيكيا من مؤسسات الدولة، لأنه عندما يشغل رئيس يشغل منصب الرئيس يحتكمون إلى هذه المادة دون توجيه. لكن الجيش يهم ضبط الأوضاع في النهاية. الجيش كوننا وصلنا المتظاهرين لم يعودوا إلى بيوتهم، بس كونها وصلنا إلى مرحلة أن الجيش هو الذي يأمر بهذا معناته أن الوضع تعقد أكثر من اللزوم. هناك دعوة الآن وسيتولى الرئاسة عبد القادر بن صالح وهو رئيس مجلس الأمة. المتظاهر سيبقى في الميدان لأنهم لا يرغبون هذا الشخص، وهو أيضا من رجال النظام الأول، وبالتالي كأنهم يقولون حتى هذا الحل في الظروف الحالية هو مع مقدم عبد القادر صالح كرئيس مؤقت لمدة 45 يوم، إذن هي أيضا غير مرقوبة. نحن نقول الآن أنه لازلنا في واقع التعقد المشهد السياسي. طيب يعني سيد الأخضر، نحن أمام موقفين الآن، الجميع يحاول استخدام الأساس الدستوري بين هذين المسارين، سواء تفعيل المادة 102 كما دعا الجيش أو حزب جبهة التحرير الوطني والتي نادت الجميع بالانخراط في خارطة طريق بوتفليقة أو ما يسمى بالندوة الوطنية الجامعة. يعني ماذا يمكن أن نتوقع في المشهد السياسي الجزائري مستقبلا؟ يعني أنا أتوقع أن تطبق يعني المادة 102 تحت ضغط الجيش، لأن من سيتأثر في حالة ما إذا وقعت اضطرابات ليس جبهة التحرير يعني أو سياسي، من يتأثر ومن سينزل إلى الشارع ليواجه يعني انزلاقات محتملة هو الجيش، وبالتالي الجيش يحمي نفسه ويحمي أيضا الجزائريين من أي انزلاقات. وأعتقد أن تطبيق هذه المادة هو أصبح يعني الآن فعلي وضروري، ولكن معقدة، يعني تطبيقها معقد، يعني يجب أن يكون المجلس الدستوري موافق على هذه، وأيضا جمع البرلمان بغرفتين من أجل يعني
أن تكون هناك إعلان لحالة الشغور ثم تعيين رئيس مجلس الأمة، قد يكون بن صالح أو قد يكون شيء شخص آخر يمكن تعويضه في خلال هذا الشهر، ويتولى المنصب الرئيس لمدة 45 يوم ويعني يعاد تجديدها مرة أخرى، ممكن تكون فترة 90 يوم من أجل أن تكون هناك انتخابات رئاسية ويكون هناك الوقت الكافي لإجراء هذه الانتخابات. شكرا جزيلا لك من بروكسل الإعلامي الجزائري الأخضر فرات، وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور أحمد الشهري، والشكر موصول لكم مشاهدينا، ولكن تحدثنا كثيرا في هذا الملف عن المادة 102. الختام نتعرف عليها ونلتقي غدا في أمان الله.